بعد أكثر من 1000 يوم من انطلاق ثورة 14 فبراير، لا زال صمود هذا الشعب يبرهن أن صموده وثباته رغم كل التضحيات، رغم كل الآهات، رغم كل العذابات، يبرهن أن صموده أقوى من الخيار الأمني الذي اتخذته السلطة وتتخذه في كل الأوقات خيارا لها. الحراك الشعبي، الحراك السلمي، أثبت أنه أقوى من خيار السلطة الأمني، سواء ذلك الحراك السياسي أو الحراك الحقوقي أو الحراك العلمي، الحراك الإعلامي، كله أقوى من خيارات السلطة الأمنية التي تحاول من خلالها وقف هذه الثورة المباركة، ولكن لن تتوقف هذه الثورة، فبعد أكثر من 1000 يوم هي مستمرة وستستمر حتى تحقق النصر وتحقق المطالب العادلة والمشروعة، ويومها سنلتقي إن شاء الله في ساحة النصر.